دعا عاملون في القطاع الصحي بغزة إلى إدخال اللقاحات المضادة لفيروس شلل الأطفال بأسرع وقت ممكن بعد تسجيل أول حالة للفيروس لطفل يبلغ من العمر 10 أشهر من المنطقة الوسطى في غزة. وأوضحت تقارير فلسطينية أن الطفل لم يأخذ المطعوم الخاص مما عرضه للإصابة. وتم تسجيل إصابة أو أول إصابة بفيروس شلل الأطفال في غزة. هذا الأمر يقلق عشرات الأمهات في غزة. نتابع التفاصيل. أنا خايفة عليه أنه كمان وضع يعني يزداد سوء أكثر، يصير في شلل الأطفال المنتشر بين الأطفال. هذا يعني إحنا بدنا كمان إحنا تطعيمات لشلل الأطفال، يعني على البدري يلحقوا الأطفال على البدري قبل ما يزداد أصلا وضعهم سوء أصلا. يعني أقل ما فيها بدنا علاجات للأطفال وتحمولنا اولادنا حاليا من شلل الاطفال هذا اللي انتشر الحين الفيروس هذا في جميع قطاع غزه. لازم انتم تشوفوا لنا حل له، بدنا له تطعيم، بدنا له علاج، بدنا له نظافه، بدنا له تلحقونا في الحوق. كل الاكل صار ملوث لانه احنا عايشين في بيئه ملوثه، صرنا فيش اكل صحي، بعدين فيش ادويه، فيش مواد تنظيف، فيش الصابونه، فيش الشامبو، فيش الواحد اللي ديتول انه ينظف. قامت وزارة الصحة بالتنسيق مع اليونيسف والأونروا وأيضا منظمة الصحة العالمية لأخذ 7 عينات من مياه الصرف الصحي بعدة مناطق مختلفة من المحافظة الوسطى والمحافظات الجنوبية، وتبين وجود 6 حالات أو 6 عينات من 7 عينات موجبة موجود بها فيروس المسبب لشلل الأطفال. وبذلك تم الإعلان على قطاع غزة بأنها منطقة موبوءة بشلل الأطفال، لأن هناك عدد كبير من الحالات مصاب في قطاع غزة. الآن مباشرة من رام الله نرحب بضيفتنا السيدة نبال فرسخ المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لمعرفة أكثر تفاصيل طبعا حول الموضوع الذي أشرنا إليه للتو وهو انتشار الأمراض في قطاع غزة. أهلا بك معنا في المشهد. إذن ما نلاحظه في الفترة الأخيرة هو أن الهيئات الصحية العالمية أو حتى المنظمات الأممية هنا لا تحذر فقط من النيران والقصف في غزة، ولكن تحذر من خطر انتشار الأمراض. يعني فماذا يمكن أن نعرف عن هذه المسألة؟ مساء الخير لك ولكل المشاهدين. منذ شهور وكل المنظمات الإنسانية، المنظمات الأممية والهلال الأحمر الفلسطيني نحذر من خطر انتشار الأمراض والأوبئة بين صفوف النازحين نتيجة الظروف الصحية الكارثية والظروف غير الإنسانية التي يعيشها النازحون في قطاع غزة. هنا نتحدث عن قرابة 2 مليون فلسطيني هم نازحين في القطاع، غالبيتهم اضطروا للنزوح أكثر من مرة، يتواجدوا إما في المدارس أو في الخيم في ظروف غير صحية وغير إنسانية، يفتقروا لأبسط مقومات الحياة، للطعام الصحي القليل من الطعام ما يتمكنوا من تأمينه. هناك مشكلة كبيرة جراء شح شديد في الماء الصالح للشرب، فضلا عن تراكم النفايات الصلبة بين أماكن تواجد النازحين، بالإضافة إلى مشكلة مياه الصرف الصحي التي تتسرب أيضا بين خيم النازحين. بيئة موبوءة بكل ما للكلمة من معنى، خصبة تشجع انتشار الأمراض والأوبئة بشكل متسارع، وهذا حقيقة ما شهدناه خلال الشهور الماضية من ارتفاع في وتيرة انتشار الأمراض المعدية بين صفوف النازحين، سواء كنا نتحدث عن مرض التهاب الكبد الوبائي، الأمراض الصدرية، النازلات المعوية، فضلا طبعا عن الأمراض الجلدية التي تنتشر بشكل كبير. ولكن سؤالها معذرة على المقاطعة، هل الأطفال هم الحلقة الأضعف في هذه الأزمة الصحية في قطاع غزة الآن؟ بالتأكيد دائما الأطفال هم الحلقة الأضعف، هم الشريحة الأكثر ضعفا، يتأثرون بشكل شديد من كل تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سواء من خلال انتشار الأمراض
أيضا مؤخرا كما عرضتم عثر على فيروس شلل الأطفال بعد أن كان قد عثر عليه سابقا بمياه الصرف الصحي، أثبت وجود هذا المرض من خلال رصد أولى الحالات، ولكن هذا أيضا مؤشر عن وجود مئات الحالات الأخرى الغير مكتشفة. وبالتالي في قطاع غزة قرابة 1 مليون فلسطيني. طبعا الأطفال ما دون سن العاشرة هم الفئة الأكثر إصابة وعرضة للإصابة بفيروس شلل الأطفال. العثور على أحد هذه الإصابات نتيجة عدم تلقيه التطعيم هو يدق جرس الخطر من إصابة آلاف الأطفال الآخرين بهذا الفيروس الخطير، فيما إذا لم تتمكن الطواقم الطبية من تأمين التطعيمات اللازمة وتقديمها لكل الأطفال الذين هم بأمس الحاجة إليها. جزيلا. نعم، نشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات والمعلومات وعلى مشاركتك معنا في هذا النقاش. من رام الله سيدة نبال فرساخ المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني.